مقطع الجاي أغنية أغنية كتبها صديقي وحبيبي وشريك الفنان عامر حليحل كتبها. كتب بيت واحد كتب بيت واحد منها السنة الماضية وأنا عجبني كتير واشتغلت عليه ولحنته. قلت له لعامر إنه كأنه كمل يعني اكتبها كمان بيت، فهو اليوم أو بكرة أو الجمعة الجاي، وهي صارت سنة ومفيش حدا هون يعني انشغل عامر ما قدرش يعملها ما قدرش يكملها. بس أنا بكل الحالات اشتهيت لكم إياها وجاي على بالي أقدم لكم إياها، وأنا راح أغنيها لأنه ما لقيتش حدا يغني غناية مش خالصة. شكرا. ما لقيتش حدا يعزف معي غناية مش خالصة. إذا حبيتوها يعني احكوا لاصحابكم او كانوا شدوا على عامر يكتب بيت تاني. اذا ما حبيتوها عادي، ما يعني نقعد مع بعض وبنتجاهلها وبننساها سوا. انا فيش عن جد بتامل ما حداش يروح وراها. إسا جاي بعد ما خلص العنب ونبيد ونشف عالكباية، إسا جاي بعد ما بدي التعب وقلبي بتحملش بداية، لك إسا جاي بعد ما خلص العنب ونبيد ونشف عالكباية، إسا جاي بعد ما بدي التعب وقلبي بتحملش بداية، إسا جاي بشالوا علبة سجاير وإيدي بتهمس في حشاي، إسا جاي وليلي ونسي شكلي نهاري قرب عالنهاية. جاي بعد ما خلص العنب ونبيد ونشف عالكباية، إسا جاي بعد ما بدي التعب وقلبي بتحملش بداية، إسا جاي بشالوا علبة سجاير وإيدي بتهمس في حشاي، إسا جاي وليلي ونسي شكلي نهاري قرب عالنهاية، إسا جاي بعد ما تغبرت الرفوف والشمس غابت عن سماي والهوى وقف محله والشتاء مفروض هو جاي انت جاي. البيت التاني مفروض هو جاي انت جاي. إسا جاي بعد ما خلص العنب ونبيد ونشف عالكباية، إسا جاي بعد ما بدي التعب وقلبي بتحملش بداية،
السجاي بشالوا علبة سجاير وإيدي بتهمس في حشاي السجاي وليلي ونسي شكل نهاري قرب عالنهاي السجاي بعد ما تغبرت الرفوف والشمس غابت عن سماي والهوى وقف محله والشتاء مفروض هو جاي انت جاي. شكرا.
مسيكم بالخير كمان مرة. بدي أعرفكم على العازفين، بس قبل بدي أحكي لكم، إحنا سجلنا العرض الليلة، في شركة سجلت العرض كسيدي رح يطلع كألبوم، وأنتوا جزء من التسجيل، طبعا من التسجيل مش من الأرباح. فبدي أبلش في العازفين. على الدرمز باتيست دي شيبوني، على البيس جيتار فرانسوا لابيسوني، على الأكورديون جوليان غونزاليس، على الترمبيت جوليان ألور، بتأمل كتير إنكم بسطتوا، وإحنا رح نقدم إستنى المقطوعة الأخيرة بعنوان ولد بردش. Thank you.
Thank you.